ولا والله عشقا لصبها ولا نقصا فيها، لكن انا عارف بتحصل الحاجة دي وابقى فيها وزنة لأهل، للوسط عام، للسودان عام، تكون الوزن دي عشان انا اقدر احمي بيها الفترة كلها. انا سنة ونص ما كان النزوح ده حصل الايام الفترة، والحمد لله وكله لخير، كل شيء لخير. اولا نحن زي ما قبل مشينا انضمينا للدعم السريع بدرع، والليلة شغلنا بدرع وجينا للقوات المسلحة. أنا من الناس المفروض ذكرت الكلام ده كله على القوات المسلحة حتى الرهان. أنا المفروض ما أتفاوض معاك، قلت لي إلا بلغات فرنسية وإنجليزية خارج الشارع، لكن وطنيتي فيه خلتني أجيب دغري. الله أكبر الله أكبر، ما جاي نقل الله أكبر ولا جاي سلمت، وما بسلم والله ما تقوم الساعة الله أكبر لأي جهة، ما بسلم لأنه واثق من نفسي تماما، واثق من الرجال اللي معي. الله أكبر. لكن جيت انضميت بدون اتفاق خارج السودان دي الوطنية فيه، وعارف نفسي انه انا عندي وطنية، وعارف نفسي انا كنت بسوي في شنو. الله أكبر. والله اتحدى اي زول يقول لك كيكل نهبني والله قلعني والله عمل والله اغتصب والله، اتحدى فيها اي راي. الله أكبر. انا عارف نفسي انا بعمل في شنو. طيب اولا دي نقطة عديناها. هسه تعالى بنرجع للجمرة بتحت الأوراق. الجمرة يا هلا هسه مولع عليه. طالما العدو وصل قالي فاكر بوصل وين؟ حلفا. الحلفا. الحلفا. عز زمان أيام أنا كنت موقف. أنا يمكن الضغوطات اللي خلتني أمرق التزام بدخولي للقضارف. وبخشها. من داير أخشها بخشها والله، يكون معك واضح، كلام واضح. والله بخشها. الزمن ده شتنا، برجع من المندري دي بجي للمندري. وصلت القضارة ولا ما وصلتها؟ والله يوم من الايام مشيت للحمر العديد، جيت لم شديده بخش ولا ما بخش؟ لكن اخش يا ابنه، لو شفته في الجزيره الا ده انا مش اضر اهل المنطقه واهلي، لكن لو دار اخش القضارة بخشها، وعارف اخشها فين انا ود البلد. والله اخشها بشارع ايام، انا اخش جوا مخنجر واخش جوا الزريبه حقت البلد. ما عارفك ما القضارف ما ده بلد، لكن انا ما دار اخش. انا قاعد انا ماذا نجي 6 شهور بلاقي الدعم السريع وتهرب منهم عشان ما اخش. بس في ناس بيقولوا كيف اسلم مدني؟ مدني ما سلمت انا، مدني سلموا ضباط قاعدين ضباط جيش معروفين وهسه شغالين في الدعم السريع. مقدم محمود ود النعمان من الرزيقات تابع استخبارات. يوم خشينا مدني سلمت انا بوسرس وديت نغيب ان هلك الزغاوه ماسك استخبارات تنبول، وانا جاي خاش على مدني استظهر في جره البترول. تعرف ما سلمك يا اخي المدني ده كلام ساي طوابير. نعم. وما ضر السودان وضر الحكومه الا الطوابير. نعم. ولا الليل الطوابير. صح. طيب احنا هسه ده خلانا الوضع في المدني نهي قلع، والله والله الخيال على مستوى الليلة كانت تلقى فيها السراميك كلها تحلت زبرات ارفع الدار. مستشفى الاصابات الشريك مدني في حنتوب الخرطوم بتاعي تعالج الليلة والله الا كانت تلقى في السراميك حلحلو عديل ومرق بعربات جامبوهات عربات ثنائية ماشية معاها ياما نص الدار. مستشفى التعليم، مستشفى المناظير، المستشفيات على مستوى الولاية خرطوم دي خلها نص. دي جهة جاية تحكي في مؤسسة يسموها لا مؤسسة نهب. كلامنا أنا قلت من أول يوم غير نهب ما في حاجة. نطفة مدني سنجة كزال باكر حتبقى في أي ولاية خشاها دعم السريع. دعم السريع أنا ما عندي قضية، أقول لكم الواضح الكلام ده، قضية ما عندي قضية نهب. كل الغادات والعساكر والجنود في الدعم السريع خرجوا يدهم من الغايد تمام، ولا اقدر اتحكم عليهم. وذي المصيبة الأكبر، بيبقوا ناس كميات هائلة وكل يوم بيجي عدد زايد، والكلمة الواحدة الماسكين فيها يا أخي انجزوا السماعي بلول بلول المجنون بلول النصيح بلول الإمام بلول كم الثاني قلبت
اسمه خلاص عشان كذا يا جماعه الناس تركز في كلام البوليس. حرب دي ما حرب قضية، والحرب دي ما بتنتهي من يوم وليلة، لكن دايرة ناس تقيف، الناس ما واقف كلام ده. انا بقول الناس اتنهبت في الخرطوم، فاتت اموال على مستوى، اتنهبت في الجزيرة، فاتت اموال على مستوى، واتنهبت في تنبودي. ناس تنبودي انا بتكلم عن الحلق ده وجعني. انا ارسل جهزوا عربات، جهزوا سلاح، واعمل واعمل زود. بقول لك شغال بس الكلام ده بقول لكم، والله ما تقيفوا بمالكم وبأولادكم وبعرباتكم، والله جاي على الجزيرة حيجي عليكم. الكلام ده انا بقول لكم واضح، الجاي على بيقى في الجزيرة حيبقى عندنا. قبيل انا باقي درجة، هسي بقى الدرجة ما مكشوف. العدو ده اتحرك وصل قيل البارح، جاء ضغور ورجع الطوالي، طوالي جاء راجع قيل الليل، وصل استطلاع من قيل لحفر الصفية قريبة بشهر، يكشف ما بيلقى زول. بتقدم ولا بتقدم؟ بتقدم. لما نصل بشهر هسي الان كلامي كلامك ده، ولا زول ما فضل فيها تتنزح حجر العزبيد، ولا زول ما فضل فيها ديلك. هسي لقيتهم كلهم نزح، بالرغم انهم يسددون اثنين عربية قاعدة معهم متعودوش كحماية، والله ابو يطمنوا لي ما قالوا، بس في استطاع حق دعم سريع كله النزح، حجر العزبيد وود بشار. باكر لما نعمل استطاع في حجر العزبيد والصباح حتنزح، الا نقع بحر المال. ما زوج مرضى للموت، والله ما بيقبل عرضه ولا عرضه ولا مال. ناس طرد ولا قضية زي دي بجيبولها زول بحملة اسمها جنيه خدمة زامية جبال، والما بيجي بنفسه طوعا بنفسه، والله ما بكاتي صالة ما داري وقفة. الله لا كيف بيحميكم بيقدر عليه، ولا الجيش بيقوم بره، ولا كل القوات النظامية دايرة وقفة عامة، وقفة حقيقية من كل النواحي. انجينا للدعم المادي هاي مع الليلة المؤسسة، كان القوات المسلحة والقوات النظامية معظم مؤسساتنا الحكومية والمدنية للضرائب والمصانع كلها واقفة، صح ولا ما صح؟ صح. الخرطوم درمان دي كانت هي الدعم كبير جاي من هنا، كل واقفة إلا الزبرة اللي هي هسه قاعدة زبرة برسلان دي، العدد كثير، النازحين دارين دعم، المساكين دارين دعم، القوات الكثير من الحركات مسلحة لقوات نظامية لوين دار دعم. الكلام ده في المؤسسة ما بقدر، ما بتقدر على في الوضع اللي احنا فيه ده. صار الناس تسخن لرقبتها، الواحد اسخن يكون سخي بماله وبرقبته وبعربته عشان نقدر نقيف ونقدر نحمي البلد. كلام انا بقول في ده ما عندي شيء واقع، انا شايفه قدامي، انتوا كلكم عارفين. صح. الناس دايره وقفه، دايره وقفه حقيقيه. اي زول صبي والله دار يجي مارق شلبا بيجي توكل، الله اكبر، والله العظيم حرام عليه ذاته يكون قاعد في البيت واهلك بهنا مبشتني، اللي بيقى عليه اهل البيت حيبقى عليك في البيت. صح. ونحن ما لم نبقى درجه وخذ درجاتنا قدام، العدو وصلنا هنا في بلدنا. انا ما بعرف اطير عليه، البلد محتاجه وقفه منكم حقيقيه، ومحتاجه التكاتف. اول حاجه الناس تشيل لنا الحسن والغبن والمشاكل الشخصية والمشاكل القبلية، تبعدنا من أي حاجة تبقانا في الوطنية، والحس وطن. الله أكبر. نحن دارين نبقى في وطننا دائما، ما دارين أي كلام ثاني خالص. أقعب حاجة الناس اللي تتمزق، لا والله الليلة ده ما شغل، هسي في ناس يقول لك الشغل ده الدرع ده درع شكرية. الدرع للسودان ده كله، والله ناس دارفور فيه، في أناس والله معنا. هسي دل معنا، والله ناس دارفور وكردفان والنيل الأزرق موجودين. احنا ما عندنا قبلية، وانا كرختي القبلية في الدنيا، قبلية بتتزول اللي قدام. احنا الان بنتكلم عن وطن، حصة وطن، ودارين نبقى في الوطن ده كلنا مع بعض. وجزاكم الله خير وربنا يحفظكم ان شاء الله، باذن الله تعالى نحن منصورين. ان شاء الله. والله والله وحلف لكم بالله، لو كان نحن قاعدين ذي، احنا وجيناه محمد، محمد نور الدايمي، واخواننا قاعدين ذي، في مرقتنا دي، قسم بالله عاد يجيكم ما في الا تكونوا طانة بلساتكم ذي.
والله الله والله والله ما في من ياسرنا يا موتنا يا انتصرنا الله اكبر يا من المعامله كيف قسم بالله الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله انا واثق من الريال ماشيين معنا دي الله والله عاد وصلتوا هنا ما في الا طلب الله اكبر بس تطمنوا من ذي باذن الله الله اكبر باذن الله تعالى خلال الاسبوع ده والله ينازح احنا نرجع بيت الله اكبر اي ناس احنا نرجع الله اكبر كلكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر